ذكرى استشهاد أول شهيد المقصلة أحمد زهانة المدعو زبانة، وهذا بعد ما ألقت عليه فرنسا القبض في معركة غارب وجديدة يوم 8 نوفمبر 1954. ويعد هذا الشهيد مفخرة ولاية معسكر ومفخرة الوطن. زبانة رجل عظيم، رجل عظيم. سهمي ده قال له، قال إذا صرى لي شي حاجة ما تحسبوش كلش انتهى، وما تبكونيش افتخروا بي. هو غادي يموت قال هاي الكلمة. عندنا حنايا هو الأول اللي كان في النظام تاع تاع جبهة التحرير الوطني، كان مناضل تاع الصح ماشي قال زعاقة. وبدون شك أن هذه إحياء هذه الذكريات هي مناسبة لتوضيح وإيصال رسالة الشهداء وأمانة الشهداء اتجاه الأجيال.